السلام عليكم، يعطيكم العافية طلاب الصف السابع. اليوم يا سابع رح نبدأ معكم درس جديد في معادلة العلوم، درس انتقال الطاقة ودورات الماء أنوار في الأنظمة البيئية. رح نحكي كيف تنتقل الطاقة من خلال البيئة أو من خلال الكائنات الموجودة في البيئة، وكذلك دورات المواد في الأنظمة البيئية، يعني بعض المواد الموجودة عندنا في النظام البيئي رح نتطرق لها دورة حياتها، يعني كيف تتجدد أو تضل مستمرة عندنا في النظام البيئي. أول شيء بدك تعرف يا سابع أن تحتاج الكائنات الحية من نبات وحيوان وإنسان إلى الماء والطاقة لتعيش وتنمو بحاجة. الكائنات الحية هي عبارة عن الإنسان والنبات والحيوان يا سابع، تحتاج إلى الماء والطاقة لتعيش وتنمو وتتحرك وتتكاثر. المادة اللي هي الأشياء اللي بتعتمد عليها في غذائها، والطاقة اللي بتحصل عليها نتيجة تناولها للغذاء أو صنع الغذاء حتى تقدر أن تنمو وتتحرك وتتكاثر. هذا أهم مصدر عندي الطاقة موجود عندي في أي نظام بيئي يا سابع، ومين؟ الشمس. أهم أو أكبر مصدر طاقة موجود عندي في الأنظمة البيئية هي الشمس يا سابع، فالشمس مصدر طاقة رئيسي في الأنظمة البيئية، إذ تستخدمه النباتات لإنتاج سكر الجلوكوز، والمستهلكة تحصل على الطاقة من غذائها. يعني هلا أنتم بتعرفوا بالصف الرابع أنه النباتات عشان تستخدمها يا سابع تعتمد على أشعة الشمس أو الطاقة الشمسية، فبتاخذ أشعة الشمس زائد ماء زائد تاخذ ثاني أكسيد الكربون من الهواء عشان تصنع غذائها، بالتالي سكر الجلوكوز بتنتجه من الماء وتحليل ثاني أكسيد الكربون. بعدين إحنا كمستهلكات إحنا والحيوانات يا سابع نتغذى على هاي النباتات، فبنحصل على الطاقة نتيجة اعتمادنا أو تغذيتنا من النباتات. وكيف؟ إذا النبات بيستعبده بنفسه باعتماده على الماء وأشعة الشمس وثاني أكسيد الكربون، ونحن الإنسان والحيوانات بنتغذى على هاي النباتات، فبنحصل على طاقتنا من هاي النباتات. لاحظ أنت دائما ما بصير عندك نشاط أو حركة يا سابع إلا إذا أكلت، يعني دائما بتصير زي هلا وإحنا صايمين، بتحس دائما جسمك مرتخي أو تعبان أو ما في زي ما بنحكي حيل أنك تكون بالأنشطة وواجبك مطلوب منك. ليش؟ لأنك ما بتاكل، بالتالي أنت ما عندك طاقة. فأنا أمس عشان أحصل على الطاقة لازم أتغذى على مين؟ على النباتات أو المنتجات. طيب هلا في نقطة جديدة رح نتحدث عنها، أنه الطاقة والمادة محفوظتان. كيف يعني الطاقة والمادة محفوظتان؟ يعني يا سابع الطاقة والمادة اللي هي تعطينا طاقة زي الشمس والماء أو النباتات، والمادة اللي هي الأخذة اللي نحصل عليها، هذول محفوظين في البيئة. يعني ما بيندموا أو إلهم دورة أو إلهم كل واحد مسار بيروح أو بيتجه فيه. كيف يعني؟ هلا بحكي لك تنتقل المادة والطاقة في النظام البيئي الواحد، وذلك كيف؟ أول إشي عن طريق المنتجات، المنتجات تصنع غذائها بنفسها، حكينا عنها قبل شوي. أنا عندي نباتات يا سابع، نبات بيقوم بصنع غذائه بنفسه عن طريق ضوء الشمس والماء وثاني أكسيد الكربون، بياخذ كل هذول وبصنع غذائه وبتغذى وبينمو وبيكبر حجمه، ماشي؟ هاي النبات استفاد. هلا جيت أنا كإنسان أخذت بعض النباتات وتغذيت عليها، الطاقة انتقلت إلي، ماشي؟ صار عندي طاقة، لأنه شو صار يا بس؟ اتغذى المستهلكات على مين؟ على المنتجات. أنا لما تغذيت على النباتات أو على المنتجات يا سابع صار عندي إيش؟ طاقة، ماشي يا مس؟ هلا بحكي لك أنا المادة اللي تناولتها من هاي المنتجات في جزء أنا بستهلكه، وفي جزء من هاي المادة بتخزن وين؟ داخل أجسامي. يعني هلا أنت زي ما بتعرفوا أنه في جزء من الغذاء يا سالم بتراكم جسمك على شكل دهونيات، وفي منه بتستهلكه أنت عشان تنمو، عشان تقوم بالأنشطة اليومية المطلوبة منك يا سابع. ففي جزء أنا راح أستهلكه وجزء بتخزن بجسمي.
هلا الانسان بيموت، شو لما يموت شو بيصير فيه؟ بده يتحلل جسمه، بالتالي المعده اللي ضلت بجسمي بعد ما انا تغذيت راح ترجع لمين؟ للبيئه مره اخرى، وتستفيد منها بعض النبات التربه، بعض الكائنات الحيه الدقيقه اللي بتعيش عندنا في تلك البيئه، او ممكن ترجع الماده اللي انا اختلفت او اتخزنت بجسمي عن طريق الفضلات زي الحيوانات. هلا الحيوانات اجركم الله يا سابعون تقضي حاجتها مش عندها في البيئه او على التراب اللي من حولنا. طيب هاي الفضلات تتحلل وبترجع الماده مره فيها مره اخرى لمين؟ للبيئه. واضح كيف يعني انه الطاقه والماده محفوظات؟ رد بعدها تمام يا سابع. هلا عندنا النباتات تصنع غذائها بنفسها من خلال ضوء الشمس والماء وثاني اكسيد الكربون. صنعت غذائها بنفسها، اخذت جزء استهلكته النباتات عشان تنمو وتكبر وجزء تخزن فيها. جيت انا الانسان جبت نباتات وتغذيت عليها. هلا جزء من هاي النباتات او جزء من المنتجات اللي انا تغذيت عليها بستهلكه جسمي كطاقه عشان اقوم بواجباتي اليوميه وعشان انمو، وفي جزء ثاني بتخزن جسمي. هلا هاي الماده بتخزن في جسمي شو بيصير فيها يا سابع؟ بعد ما اموت بتتحلل، ماشي؟ بعد ما اموت بتتحلل، فبترجع لنا مره اخرى الى البيئه، او زي ما حكيت لكم من خلال فضلات الكائنات الحيه الحيوانات عن تقضي حاجتها على في البيئه، تتحلل فضلاتها وتعود مره اخرى الى البيئه، عشان هيك بحكي لك الطاقه والماده محفوظتان يا سالم. اخر فكره رح نحكي عنها اليوم انه كيف تنتقل الطاقه والماده عبر الانظمه البيئيه. يعني هلا مش شرط احنا مثلا كمحافظه زرقاء او كبيئه الاردن بتضلها عندنا نفس الكائنات الحيه يا سابع. بحكي لك مثلا على سبيل المثال في عندك الطيور اللي بتهاجر من مكان الى اخر. هلا هاي الطيور مش تغذت؟ طيب هي لما انتقلت على مكان اخر شو اللي صار؟ راح تموت عندنا هاي الطيور، راح تتحلل، راح تروح الماده الزياده او الماده المختزنه بجسمها يمين لمين يا سادس؟ للبيئه اللي هي انتقلت عليها. واضح يا مس؟ فهذا بنعني فيه انتقال المادة أو الطاقة من بيئة إلى أخرى. الطاقة انتقلت من الديدان إلى الطيور اللي كانت غذت عليها، والمادة انتقلت من بيئة إلى أخرى، زي ما حكيت لك هاجرت عند الطيور، بالتالي الطيور لما تموت راح تتحلل، المادة اللي تحللت راح ترجع على البيئة اللي هاجرت لها أو فضلاتها، اللي بتخرجها الطيور راح تخرجها بالبيئة أو المنطقة اللي هاجرت لها، وبالتالي تتحلل في تلك البيئة. واضح يا مس؟ طيب فمشان هيك هالكل بقولنا عشان نعرف ايش اسمه نظام مفتوح، النظام مفتوح هو النظام الذي يتبادل المادة والطاقة مع غيره. النظام مفتوح هو النظام الذي يتبادل المادة والطاقة مع غيره. عشان هيك ذكرنا لكم مثال هجرة الطيور. الطيور كانت عندنا بزرقاء هاجرت مثلا إلى عمان، بالتالي تلك الطيور استهلكت طاقة من الغذاء اللي تغذت في جبهة من الزرقاء إلى عمان، وبالتالي لما تموت هي عند عمان المادة المختزنة فيها أو مكونات جسمها اللي تحللت لأي بيئة رح تروح؟ لبيئة عمان. واضح يا مس؟ إذا هذا درسنا لليوم، أول جزء تطرقنا له، المرة القادمة إن شاء الله رح نكمل الدرس. يعطيكم العافية.